متسلحين بالعلم والإصرار والإرادة التي لا تعرف المستحيل، طلبت شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، زرعوا بذار عامهم الدراسي بكل جد ومثابرة، فحصدوا التفوق والنجاح وكانوا من الأوائل على مستوى سوريا. عم نحكي نرمين عن 22 طالب وطالبة حصلوا على العلامة الكاملة والمتميزة 3100 بشهادة التعليم الأساسي، رقم كتير كبير بنفتخر فيه اليوم كسوريين بطلابنا من جميع المحافظات. وسهروا وجدوا، كان التميز والتفوق هو العنوان الأساسي لهم خلال هاي المرحلة التعليمية لحتى يكونوا مثال يحتذى به اليوم لكل مين عم يتوجه ليحصل على شهادة التعليم الأساسي. رح نتعرف اليوم على هاي التجربة وعلى تجربة التميز والنجاح مع الطالب المتفوق محمد حسني. يسعد صباحك وألف مبروك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وألف مبروك. الله يبارك. أكيد سلمى بدنا نبارك لكل المتفوقين على مستوى سوريا. رح نبدأ معك محمد، يعني عوامل التميز والنجاح كثيرة، خبرنا كيف تعاملت مع مرحلة التعليم الأساسي؟ هلأ بالبداية أهم شيء هو تنظيم الوقت خلال فترة الدراسة يعني طول السنة، وطبعا مثابرة يعني وحفظ كل درس بدرسه هو يعني رح يساعدك كتير بشهر الانقطاع، وكمان يعني رضا الوالدين والله تعالى، ويعني أكيد يعني محمد معنا اليوم بالكواليس والد حضرتك، والفرحة من هو قاعد الصبح شايفين الفرحة بعيونه، بدنا نقول له أكيد مبروك، الله مبروك لكم الله يخليك يا رب. يعني هي الحالة، حالة الأهل بالبيت قديش هي أساسية. خلينا نحكي شوي عن جو البيت، يعني دائما الطلاب شوي بيكون في هيك نوع من الضغط لما بنوصل لمرحلة الشهادة، لأنه هن بالنهاية بدهم يانا نكون الأفضل. خلينا نحكي قديش كانت حالة البيت مهمة لك محمد خلال هاي السنة. أكيد حالة البيت تلعب دور مهم يعني الدراسة وهيك. هلأ يعني ما كان في ضغط طول السنة علي نوع الدراسة وبك وهيك، لحتى يعني لو وصلت لشهر الانقطاع اكيد يعني هون صار شوي بلشنا الاهل يضغطوا شوي علي مشان يعني يجيب علامات منيحه، والحمد لله يعني الحمد لله علامه تامه. ما في احلى من هيك سلمى. يعني دائما مشروع التفوق او النجاح ما بيجي عبثا، يعني انت اكيد راسم له ومخطط له قبل ما تفوت على التاسع، كنت حاطط ببالك بدي اجيب العلامه التامه؟ الصراحة يعني ما كنت مفكر فوق 3000، بس يعني بقلب السنة حتى بلشت فكر انه العلامة التامة او شيء، وحتى يعني قبل بيوم النتيجة ما كنت متوقع، وتفاجأت كتير وقت طلعت جايب 3100، والحمد لله يعني الحمد لله. الحمد لله يا رب، الله ما ضوع لك تعب، واكيد الحمد لله لكل مين تعب واجتهد وحصل على هي النتيجه. محمد اليوم اي حدا عم يتفرج عليك بشكل عام، ان كانوا من الطلاب اللي لسه بدهم يفوتوا على شهاده التاسع، بيسالوا يا ترى كيف محمد نظم وقته، شو عمل هيك، غششنا شوي هي السنه كيف كنت عم تدرس، نظام عملك، يومك، جدولك. يا ترى اوقات بيقولوا المتفوقين دائما بينحبسوا بيضلوا هيك مثل ما بيقولوا معزولين ما بيعملوا شيء كذا، نظام حياتهم، عرفنا هيك كيف كانت هاي السنة؟ بقلب السنة يعني الواحد ما لازم، انه كل الناس عنده فكرة انه التاسع رعب وهيك بيجي عبالهم، بس بقلب السنة يعني عادي زنظم الواحد وقته فينه يستفاد من يعني يعمل اي شيء بين الدراسة واللعب والطلع مع رفقات. كنت اطلع مع رفقاتي مثلا العب بلاي ستيشن او يعني ما عادي مارس هواياتي، بس بشهر الانقطاع حد يخفف شوي ويعمل جدول، اهم شيء الجدول بشهر الانقطاع خصوصي. هلا انا الصراحه مدرستي عملوا لنا جدول يعني ننظم وقتنا خلال شهر الانقطاع، ويعني الواحد اذا ما مشي على الجدول بشهر الانقطاع ما بيمشي الحال معه، صح. يعني نظم وقته. عم نحكي كتير ركزت على كلمة تنظيم الوقت، تنظيم الوقت، يمكن هي الشغلة اللي أغلب الأشخاص ما كتير شاطرين فيها أبدا. بسألك عن مرحلة التحضيرية قبل ما تفوت على التاسع، خضعت لدورات، بلشت تتعرف على المنهاج لحالك ولا لا بلشت من بداية العام الدراسي؟ للصراحة لا ما خضعت لدورات حتى بقلب السنة، يعني لا أساتذة خصوصي ولا شيء. كنت بدي سجل دورة بالصيفية بس ما سجلت، ما بعرف ليش، قالوا لي انه بتمل مثلا
يعني إذا درست بالصيف ورد بالشتاء مرة تانية رح تمل إنه من المنهاج جدك تعيده مرتين وهيك. فقلت لحالي بلا خليها بقلب السنة، والسنة طويلة يعني بشكل عام، هي السنة خصوصا عن باقي السنوات. طيب محمد، خلينا نحكي شوي. اليوم لما دخلت على الامتحانات، كل سنة أوقات الطلاب بيكونوا متخوفين، بيسمعوا كتير حكي أنه نماذج الأسئلة بتتغير، أو ممكن السنة أصعب من غير سنة، وكتير من هذا الحكي اللي أغلبه أوقات بيكون شائعات، لحتى ممكن تصير هاي الرهبة عند الطالب. خلينا نحكي كيف كانت الامتحانات السنة ونماذج الأسئلة. للصراحة يعني أنا درست أسئلة الدورات تبع السنوات الماضية، لاحظت أنه الأسئلة تبع هاي السنة خصوصي أجوا أسهل من باقي السنوات وهيك. وكمان في كتير طلاب يعتمدوا على التوقعات وهيك، فأنا بقول أنه يعني الدورات كافية ووافية، والنماذج تبع الأساتذة كنت طالع من الفيس أحيانا النماذج وهيك. ولا يعني عادي، الامتحانات مو صعبة وما بدها رهبة أو شيء. يعني محمد لا محضر بالصيف ولا دروس خصوصي، وكان بالامتحانات يلعب بلاي ستيشن وعلامه تامه. هي شغله مثل ما قلنا، معناتها بدنا نخلص بقى من رهاب هذا التاسع ونتعامل معه بالتركيز وبتنظيم الوقت. اعطيتنا الوصفه السحريه اللي اتبعتها. خلينا نحكي للمستقبل، انت عندك مرحله 10 11، اكيد الاهل ويمكن المجتمع حواليك متوقعين منك نفس المستوى بالتفوق. شو راسم لبعدين؟ يعني شو حابب تدرس بعدين؟ شو المهنة اللي حابب تختص فيها؟ جعبالي يعني اطلع دكتور، ادرس طب بشري، ويعني رح حاول يعني بالبكالوريا اكيد بعد الضغط من الاهل والمجتمع كله يعني بشكل عام. يعني رح ادرس بالبكالوريا مثل التاسع وان شاء الله بجيب نفس العلامات. هلا نحن ما شفنا كثير ضغط، لانه انت قلت كنت عادي تروح وتتسلى مع رفقاتك، وهي يمكن هي الثقه اللي انحطت بمحمد طلعت بمحله، وانت طلعت قدها مثل ما بيقولوا. بدنا نشكرك محمد اليوم، نتمنى لك كل التوفيق، واكيد دائما بكل المراحل التعليميه هيك التميز والتفوق الرفيق. شكرا لك. اكيد شكرا كثير لك محمد، وكل التوفيق بكل الخطوات القادمه. يعني هيك نتيجه اكيد بدنا نتوجه لاهلك كمان بالمباركه مره ثانيه.